مشاهدينا الساعة دلوقتي تسعة بتوقيت القاهرة معنا مع موجز إخباري جديد مع لمية تفضلي لنا شكرا منا التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله الجهود القائمه للانتهاء من مشروعات تطوير منطقه شرق الاسكندريه وفق ارقى المواصفات العالميه، وذلك في اطار التنميه الشامله للمحافظه في كافه القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي لمتابعه مستجدات تطوير منطقه شرق الاسكندريه، وذلك ضمن المخطط التنموي المتكامل لتطوير المحافظه، خاصه ما يتعلق بانشاء مدينه ابو قير الجديده، فضلا عن اضافه حي عمراني جديد لمنطقه شرق الاسكندريه بحيث تضم اكبر ميناء بحري على السواحل الشماليه والبحر المتوسط وهو ميناء ابو قير الى جانب ادراجه مختلف المرافق والمراكز الخدميه المتطوره ووجه الرئيس السيسي بربط جهود التطوير الجاريه حاليا مع شبكه المحاور والطرق الرئيسيه الجديده المحيطه بالمدينه. وخلال اجتماع اخر تابع الرئيس السيسي موقف طرح الشركات التابعه لجهاز الخدمه الوطنيه للتداول في البورصه. واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه بان الرئيس السيسي اطلع على بدء الاجراءات تمهيدا لطرح حصص من تلك الشركات للتداول اسهمها في البورصه خاصه الشركه الوطنيه للبترول وشركه صافي وذلك بهدف توسيع قاعده ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص على نحو يهدف الى تعظيم مساهمه جهاز الخدمه الوطنيه. بشركاته المتنوعه في دعم الاقتصاد الوطني. قالت وزاره الخارجيه البولنديه ان صاروخا سقط في قريه بولنديه قريبه من حدود اوكرانيا واوقعت قتيلين. ياتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس البولندي اندريا دودا بان بلاده ليس لديها اي دليل ملموس حول من اطلق الصاروخ الذي تسبب في الانفجار مرجحا ان يكون صاروخا روسي الصنع. من ناحيه اخرى قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن انه ليس لديه معلومات عن وقوع انفجار في احدى القرى البولنديه القريبه من حدود اوكرانيا جاء ذلك في الوقت الذي نفت فيه وزاره الدفاع الروسيه تعرض بولندا لضربه بصواريخ روسيه قالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلنطي وانا لونجيسكو إن الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ يعتزم عقد اجتماع طارئ اليوم لمندوبي دول الناتو لبحث حادث سقوط صواريخ في قرية بولندية قريبة من حدود أوكرانيا وأضافت المتحدثة باسم الحلف أن الأمين العام سوف يترأس اجتماعا طارئا لمندوب الدول الأعضاء لدى الناتو لبحث هذا الحادث الذي وصفته بالمأساوي أدان البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين الحرب الروسية على أوكرانيا وأوضح البيان الختامي أن معظم الدول في المجموعة أدانت الحرب في أوكرانيا مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود وجهات نظر أخرى لدى بعض الدول وشدد البيان الختامي على أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية أضرت بالاقتصاد العالمي ورحب البيان بعودة اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود كما أكد على ضرورة مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة عالميا أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنسكي أن التغذية بالطيار الكهربائي عادت إلى ثمانية ملايين مستهلك بعد انقطاع جراء ضربات روسية. وأضاف زلنسكي أن الطيار الكهربائي انقطع نحو عشرة ملايين أوكرانية بينما عادت التغذية إلى ثمانية ملايين مستهلك، مشيرا إلى أن عمليات إصلاح الشبكة ستستمر. رياضيا تواصل المنتخبات حول العالم استعداداتها للمشاركه في منافسات كأس العالم 2022 بخوض مباريات وديه. وفي ابرز المواجهات الوديه اليوم يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الكرواتي بينما يواجه المنتخب الاماراتي نظيره الارجنتيني. وتلتقي عمان مع المانيا في حين تواجه ايطاليا منتخب البانيا. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد لاعب المنتخب كريستوفر نكونكو من قائمته التي سيخوض بها نهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن استبعاد نوكوكو يأتي بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات منتخب بلاده. مشاهدينا نهاية موجز التاسع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.